اهلا بيكم في كايرو دار. النهارده هنتكلم عن امتحان السودان بما حدث فيه من كلام كتير. كان فيه مستكات، كان فيها اخطاء شويه، كان فيها اسئله شويه مش عاديه، لكن ايا كان احنا الامتحان بيجي لنا بنحله مش بنصلحه وبعدين نجاوب. ومع ذلك هنشوف. اول سؤال بيجي لنا، اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. الحقيقة دايما برضو احنا بنكتب الاجابة بس ما بنكتبش السؤال كله، وبالتالي الاجابة بس ده بيوفر لي وقت ويخلي المسألة سلسة معايا وعندي وقت زيادة. كان العادي ان احنا بيجي لنا 8 اختيارات، هنا بيجي 4 بس، يمكن عشان يوفر وقت وهيوزع نفس الاسئلة نفس الدرجات على نفس الجزئيات، لكن يمكن عشان يوفر وقت وبالتالي عشان ما يكترش الامتحان جايز. لكن هي فكرة يعني غير جيدة. اختار الإجابة الصحيحة، بيقول لك تزيد معدلات التنفس في الشعيرة الجذرية أثناء امتصاص الأملاح ولا امتصاص الماء ولا تغلغلها بين حبيبات التربة ولا امتدادها خارج الجذور. هو العادي ان احنا نعرف ان معدل التنفس يعني معدل الطاقة، مين اللي بيحتاج طاقة؟ النقل النشط. مين اللي في دولة بيحتاج لكمية أكبر من الطاقة في النقل النشط؟ امتصاص الأملاح، وبالتالي الإجابة هتبقى امتصاص الأملاح. السؤال التالي، يتصل بجسم الفقرة العظمية من الخلف تركيب يعرف به النتوء المستعرض ولا النتوء المفصلي الخلفي ولا الحلقة الشوكية ولا النتوء المفصلي الأمامي. هو علشان قال لي بيتصل بجسم الفقرة من الخلف، فأنت هتستبعد النتوء المستعرض وهتستبعد النتوء المفصلي الأمامي عشان بيقول لك من الخلف. طب يبقى حضرتك هتقف عند النتوء المفصلي الخلفي ولا الحلقة الشوكية؟ لو انت بتذاكر كويس تعرف ان هي نصا كده في الكتاب بيقول لك يتصل بجسم الفقرة العظمية من الخلف تركيب يعرف به الحلقة الشوكية، وبالتالي هستبعد تماما النتوء المفصلي الخلفي. جزئية التالية او السؤال التالت، جزئية التالتة من السؤال الاول، يدل وجود 5 اند او الفايف برايم اند الخمسة داش دي في نهاية هيكل السكر فوسفات لأحد أشرطة الدي ان ايه على اتصال مجموعة الفوسفات الطليقة بذرة الكربون رقم. خلاص ده سؤال عبيط جدا لانه هو رقم 5، لانه معروف ان مجموعة الفوسفات بترتبط بذرة الكربون رقم 5 في نهاية الدي ان ايه او نهاية الشريط. تعرف المناسي المذكرة في السراخس باسم زوائد تناسلية ولا ارشيجونات ولا السابحات المهدبة ولا الانثريديات. طالما بيتكلم عن المناسل المذكره يبقى ما تنفعش غير الانثريديا بس، ولو قال لي المؤنث هيبقى الارشيجونه وهكذا. السؤال التالي، طبعا كل جزئيه من دول عليها نص درجه في الاربع جزئيات، يعني الجزء بتاع التشوز ديت او بتاع الاختيار هيبقى عليه درجتين. السؤال التالي، من الشكل المقابل اجب عما ياتي. ماذا يمثل الشكل اللي قدامنا؟ الشكل اللي قدامنا واضح قوي ان ده mRNA وما ينفعش حد يغلط فيه ابدا. وبعدين بيقول لي ما الفرق بين رقم 2 ورقم 3 من حيث دور كل منهما عند تخليق البروتين؟ طب نبص، هو انا مجرد ان انا قلت له ده اسمه mRNA مدي عليها نص درجه. طب لو عرفت الجزئيتين دول، كل جزئيه عليها نص درجه، يعني الجزئيتين دول عليهم درجه كامله. طيب بيسال عن رقم 2، رقم 2 هنا ده بنقول عليه كودون البدء. نفتكر كده مع بعضنا ان رقم 1 ده موضع الارتباط بالريبوسوم عند النهايه 5، مش كده؟ وبعدين رقم 2 ده كودون البدء، رقم 3 كودون الوقف، رقم 4 ديل عديد الادينين. طب بيسالنا عن 2، ده كودون البدء عند النهايه 5 حيث ترتبط تحت وحده الريبوسوم الصغرى عند بدايه تخليق البروتين، وهذا الكودون البدء هو AUG ويمثل الحمض الاميني ميسيونين. طب الجزء رقم 3 ده كودون وقف، كودون الوقف حاجه من 3، يا يوجا يو جي اي، يا يو اج يو اي جي، يا يو اا يو اي اي. وبالتالي هذا الكودون اللي اسمه كودون الوقف بيوجد عنده بروتين يسمى عامل الاطلاق، يعمل على انفصال تحت وحدتي الريبوسوم وانطلاق الام ار ان اي وسلسله عديد البيبتايد بانتهاء تخليق البروتين، وبالتالي ده بنقول عليه كودون الوقف اللي بينهي عملية تخليق البروتين. طيب يبقى احنا قلنا الجزئية الاولى والجزئية التانية، قلنا ده mRNA واثنين بتعمل ايه وثلاثة بتعمل ايه. طب في جزئية كمان موجودة في السؤال بيقولك في الشكل المقابل اللي هو اللي كان قدامنا
ماذا يحدث عند غياب رقم 4 اللي هو ديل الأدينوسين؟ نفتكر كده ان في ديل من الأدينوسين موجود هنا عند الجزء رقم 4. لما يقول لي غيابه لازم اعرف وظيفته. وظيفة ديل الأدينين ده بيحمل mRNA من تآكل او من التآكل بفعل الانزيمات السيتوبلازم، وبالتالي اذا حدث اختفاء لهذا الجزء او غياب لديل الأدينوسين يحدث تآكل للmRNA بفعل انزيمات السيتوبلازم. السؤال التالي كان رقم جيم قارن بين كل اثنين مما يأتي وكل واحدة عليها درجة. النقل في الأوعية الخشبية والنقل في اللحاء. طبعا اللي بينقل في الأوعية الخشبية ايه؟ الأوعية والقصيبات، دول اللي بينقلوا. طب وبينقلوا ايه؟ بينقلوا الماء والأملاح. وبيتنقل منين لفين؟ بيتنقل من الجذر إلى الأوراق. وإيه اللي بيسبب نقله؟ قوى التماسك والتلاصق والشد الناتج عن النتح. طب نيجي على الجانب الآخر للحاء. اللي بينقل في اللحاء هي الأنابيب الغربالية، واللي بيتنقل إيه؟ بيتنقل الغذاء على الطاقة اللي في شكل انسياب سيتوبلازمي، وبالتالي بينتقل من خلية غربالية عبر ثقوب الصفائح الغربالية للخلية التي تليها، فيكون اتجاهه من الورقة إلى جميع أجزاء النبات. ولكن الانسياب السيتوبلازمي بيتأثر بالاكسجين ودرجة الحرارة، يزداد بزيادة الاكسجين وبزيادة درجة الحرارة زي ما قال لنا ساين وكاني، وبيقل بنقصهم، وبالتالي ده بيحدث عن طريق النقل النشط. يبقى انا لو عملت كده جدول زي اللي قدامنا بيقول لي مين اللي بينقل هنا وبينقل هنا، هنا اوعية وقصيبات، لكن هنا الانابيب الغربالية. طب الاتجاه كان فين؟ في الخشب ده كان من الجذر للورقة، وده بينقل ماء واملاح، لكن التاني كان الغذاء على الطاقة الناتج من عملية البناء الضوئي من الورقة الى جميع اجزاء النبات. في الأوعية والخصيبات ده بيحصل النقل عن طريق قوة التماسك والتلاصق وقوة الشد الناتج عن النتح، لأن الأوعية الخشبية أوعية ميتة لا تتنفس، وبالتالي ما فيش نقل نشط. لكن في اللحاء هي نسيج حي، وبالتالي بيقوم بعملية تنفس وبينتج طاقة، وهذه الطاقة هي التي تؤثر أو تسبب الانسياب السيتوبلازم. سؤال التالي قارن بين الجزئية الثانية منه الزوائد الشجيرية للخلايا العصبية والنهايات العصبية للخلايا العصبية. الخلايا العصبية بتبدأ بجسم خلايا في مجموعة زوائد تسمى الشجيريات أو الزوائد الشجيرية، ولها زائدة طويلة تمتد تسمى المحور، وهذا المحور ينتهي بمجموعة من التفرعات تسمى التفرعات الانتهائية أو النهايات العصبية. هو عايز يقول لي إيه الفرق بين ده وبين ده؟ طبعا الزوائد الشجيرية تتصل بجسم الخلايا، وبيحدث مرور للسيال العصبي في الاتجاه من التفرعات الشجيرية أو من الزوائد الشجيرية إلى جسم الخلية في هذا الاتجاه. لكن تمر من جسم الخلية في اتجاه واحد نحو المحور، ومن المحور إلى التفرعات أو الانتهائية أو النهايات العصبية. يبقى أنا هقول له ده متوصل بإيه وفين، وده متوصل بإيه، واتجاه السيال العصبي هنا واتجاه السيال العصبي في الآخر. طبعا في التفرعات الانتهائية بتنتهي هذه التفرعات الانتهائية بالتشابك العصبي، علشان ينتقل السيال العصبي من النهاية دي للخلية التي تليها او للزوائد الشجرية للخلية التي تليها عن طريق النقل الكيميائي العصبي اللي هو الاستايل كولين والنور ادرينالين، حيث تنفجر حويصلات التشابك الذي تحمل هذا النقل الكيميائي العصبي، ويمر عبر الشق التشابكي لينقل هذا السيال العصبي عبر التشابك العصبي. السؤال التالي اكتب العبارات الصحيحة بعد تصويب ما تحته خط. الخلايا العصبية تعتبر وحدة النشاط العصبي. طبعا الخلايا العصبية دي وحدة البناء النسيج العصبي، لكن هو هنا بيحط لي خط. لو حط لي خط تحت الخلايا العصبية يبقى انا هقول له الفعل المنعكس او القوس الانعكاسي، وهي في الامتحان في خط تحت الخلايا العصبية، والاجابة بتاعته هتبقى القوس الانعكاسي او الفعل المنعكس، هو وحدة نشاط الجهاز العصبي او النشاط العصبي. الجزئية التالية عند اكسدة جزيء جلوكوز هوائيا يتم اختزال 8 جزيئات، 8 دي تحتها خط. الثماني جزيئات دول هم مش 8، عايزين دي بقى ما تنفعش إجابة حد يضربها وتبقى تطلع صح، دي ما تطلعش صح إلا إذا حسبناها. يعني إيه؟ يعني هنا عدد الجزيئات مساعدات الأنزيم، لو أنت بتذاكر كويس هتقول لي دول 12 ومش 8 وخلاص. لكن لو أنت هتقول لي طب 12 دي جت منين؟ أقول لك انشطار الجلوكوز طلع فيه 2 ناد اتش، وتحويل البيرافيك إلى مجموعة أستايل طلع 2 ناد اتش، عد معايا كده أدى 4 ناد اتش. طب ندخل دورة كريبس نلاقي فيه 3 ناد اتش،
هيتعادوا مرتين عشان دورة كريبس تتعاد مرتين لكل جزء من الجلوكوز، وبالتالي في دورة كريبس هيبقى 3 يتعادوا يبقوا 6. طب 6 و4 ادي 10 ناد اتش، وما ننساش ان في فاد اتش بين حمض الساكسينك وحمض المليك، والفاد دي برضو بتتكرر مره كمان عشان دوره كريبس مرتين، وبالتالي هيطلع عندنا كمان 2 فاد اتش 2. يبقى انا طالع عندي 10 ناد اتش وطالع عندي 2 فاد اتش 2، يبقى عدد الجزيئات الكو انزيم او المساعد الانزيمي التي يحدث لها اختزال عند اكسده جزيء واحد من الجلوكوز تبقى 12 مش 8. الجزئيه الثانيه نمبر رقم 3، تتكون المناطق شبه المضيئه للعضلات الهيكليه من خيوط الاكتين الرفيعه في خط تحت الاكتين الرفيعه. طبعا المناطق الشبه المضيئه اللي هي منطقه الاتش زون دي، منطقه الاتش دي بتتكون تحتوي على الميوسين السميكه بس وما بيبقاش فيها اكتين، يبقى علشان كده هنصلح كلمه الاكتين الرفيعه وهتتغير بالميوسين السميك. تتكون المناطق شبه المضيئه للعضلات الهيكليه في خيوط من خيوط الاكتين الرفيعه، غيرناها قلنا على طول ميوسين السميكه. رقم 4، يحلل انزيم البيبسين مائيا البروتين بكسر الروابط الهيدروجينيه من سلاسل البروتين الطويله. هو في الامتحان حاطط خط تحت الروابط الهيدروجينيه. هو احنا الحقيقه نعرف ان سلاسل عديد البيبتايد بترتبط مع بعضها عشان تكون بروتين بروابط هيدروجينيه وروابط بيبتيديه، لكن الحقيقه انزيم البيبسين بيشتغل على الروابط البيبتيديه بشكل احسن من الروابط الهيدروجينيه، وبالتالي هتبقى الاجابات اللي عندنا الفعل المنعكس بدل من النشاط بدل من الخلايا العصبيه، و12 جزيء بدل من 8 جزيئات، الميوسين السميكه بدل من الاكتين الرفيع، وبعد كده الروابط البيبتيديه بدلا من الروابط الهيدروجينيه. السؤال الثاني ده عليه 10 درجات، كل جزئيه من دول عليها درجه من الاربعه دول، فدول عليهم 4 درجات بتوع اكتب المصطلح يعني اكتب العبارات بعد تصحيح ما تحتها خط. جزئيه بي جاب لنا مساله بيقول لي حدث تلقيح ذاتي لنبات ثمره برتقاليه، برتقاليه اللون، فنتج 25% نباتات حمراء و25% صفراء و50% برتقاليه، ما هي الحاله التي يمثلها هذا التزاوج؟ هو الحقيقه العادي ان احنا نعرف انه لما يدينا صفتين وبينهم صفه ثالثه، لما يقول لي احمر واصفر وبينهم برتقاني، نعرف ان دي انعدام سياده بلا جدال. وانعدام سياده يعني انا ما بعملش سمول ليترز كده او حروف صغيره، بيبقى كله كابيتال. يعني هنا هنقول له ان الحاله ودي هيبقى عليها نص درجه هي انعدام سياده، وبعدين اقول له يرمز لي اللون الاحمر بالرمز ار كابيتال، واللون الاصفر بالرمز واي كابيتال، والبرتقاني والبرتقالي ار دب ار واي. اوكي، يبقى هنا الاحمر ار كابيتال والاصفر واي كابيتال، البرتقاني هيبقى ار واي. نعمل له بقى التزاوج بقى، نقول له ان البرتقاني ده جه منين؟ جه من احمر مع اصفر، علشان هنا حاله انعدام سياده واضحه. وبالتالي لما نجيب البرتقاني مع البرتقاني يعني ار كابيتال دبل واي كابيتال مع ار كابيتال واي كابيتال، هنا هيديني ار كابيتال ار كابيتال ده احمر 25%، ار كابيتال واي كابيتال 2 برتقاني ده 50%، ويديني وحده واي كابيتال واي كابيتال صفراء بنسبه 25%. دايما صفات انعدام السياده بيبقى فيها ثلاث صفات، صفتين وصفه متوسطه بينهما. يقول لي مش عارف طولي و كروي مثلا او مستطيل وكروي اداني بيضاوي، يقول لي احمر وابيض اداني وردي، يقول لي اسود وابيض اداني جراي او لون رمادي. الحقيقه الثلاث الوان دول او الثلاث صفات دي دايما بتبقى انعدام سياده، زي كمان فصيل الدم اي كابيتال اي كابيتال مع بي كابيتال بي كابيتال. لو عملت اي كابيتال بي كابيتال مع بعضهم هيديني نفس النسبه 1:2، لان برضو في انعدام سياده بين الجين اي كابيتال والجين بي كابيتال. السؤال التالي، اذكر مكان ووظيفة كل مما يأتي. اتفقنا على انه لما يقول لي مكان ووظيفة بعمل جدول، اكتب التركيب وبعدين المكان وبعدين الوظيفة. الخملات الاصبعية، هو الحقيقة لو قال لي الخملات بس نقول له في الامعاء الدقيقة او تبطن الامعاء الدقيقة ووظيفتها عارفين امتصاص الغذاء المهضوم، لكن الخملات الاصبعية دي عبارة عن زوائد بيكونها الغشاء الخارجي الذي يحيط بالجنين التي تتصل بالشعيرات الدمويه للام عند تكوين المشيمه.
يبقى الخمالات الاصبعيه دي كانه بيكلمني عن المشيمه، يعني بتنقل الغذاء والاكسجين من الـ 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 الام الى الجنين، والفضلات الايضيه من الجنين الى الام، كما ان المشيمه تقوم بافراز الهرمونات الضروريه للحمل زي الاستروجين والبروجستيرون. يبقى لازم اكتب تركيب في مكان، وبعدين او التركيب في جزء، وبعدين المكان، وبعدين الوظيفه. كل واحده من دول عليها نص درجه، كانت يعني هنا في درجه كامله على مكان وظيفه الخمالات الاصبعيه. ولو اتلخبطت والله هو قصده على الخمالات ولا الخمالات الاصبعيه، الاجابه مش هتاخد مننا دقيقتين كلها، ممكن نجاوب دي ونجاوب دي، وينفع في علل واذكر مكانه ووظيفته واشرح ومسائل الوراثه، ممكن اكتب حل اخر واجاوبها وتبقى ما فيهاش حاجه. لكن ما ينفعش في الاختيارات المالتيبل تشويز، ما ينفعش اختار اثنين من الاربع اختيارات، تبقى غلط خالص ما حدش يصححها. برضو لو قال لي مصطلح علمي احنا بنصحح اول اجابه بس، مش بنصحح الاجابه الثانيه. نرجع السؤال التالي، اذكر مكان ووظيفه كل مما ياتي. الخلايا العصبية المفرزة، هي الخلايا العصبية المفرزة توجد في تحت المهاد بالمخ، تحت المهاد موجود في المخ الأمامي، لأن المخ الأمامي يتكون من منطقة القشرة المخية ومنطقة المهاد ومنطقة تحت المهاد. منطقة تحت المهاد ده الجزء المتصل به عنق، أو العنق الذي يتصل بالغدة النخامية، وبالتالي هذا الجزء اللي هو منطقة الخلايا المفرزة أو العصبية المفرزة في منطقة تحت المهاد بتفرز هرموني الفص الخلفي للغدة النخامية أو الجزء العصبي للغدة النخامية. الهرمونين دول كانوا إيه؟ الهرمون المضاد لإدرار البول اللي بيحفز أنيبيبات النفرون على إعادة امتصاص كمية كبيرة من الماء، وبالتالي يقلل كمية البول، وبالتالي بيقولوا عليه الهرمون المضاد لإدرار البول. عشان كده لازم يعمل على زيادة ضغط الدم، وبالتالي يعمل على سرعة إعادة الامتصاص، وبالتالي يقلل كمية البول. والهرمون ده كمان اسمه فازوبريشن، وبيعمل على زيادة ضغط الدم، وعشان كده بيدوه بعد العمليات الجراحيه. لكن الهرمون التاني اسمه الهرمون المنبه لعضلات الرحم، او بنقول عليه الاوكسيتوسين، ده بيعمل على الانقباض السريع لعضلات الرحم، وبالتالي هذا الانقباض السريع بيسبب خروج الجنين اثناء الوضع، وبالتالي عشان كده الهرمون الاوكسيتوسين ده بيعطى ليه عند الوضع، للحوامل عند الوضع. السؤال التالي، ارسم فقط مع كتابة البيانات مراحل انبات حبة اللقاح. الحقيقة برضو لما يقول لي ارسم، وحتى لو ما قالش مع كتابة البيانات، طالما في رسم يبقى لازم يبقى في بيانات، وبالتالي حبة اللقاح ما بينفعش برضو نرسم له واحدة، لا دي اسمها مراحل انبات. مراحل انبات يعني برسم حبة لقاح في الاول، بعمل فيها نواة مولدة ونواة انبوبية، وبعدين النواة الأنبوبية دي هتعمل أنبوبة اللقاح اللي هي الخلية الأنبوبية أو الجزء من أنبوبة اللقاح، وبعدين النواة الذكرية دي هتنقسم ميتوزيا لنواتين ذكريتين، يبقى أقول له دول نواتين ذكريتين، وبعدين في أنبوبة لقاح، ممكن يبقى في آخر أنبوبة اللقاح ده هنا كمان في نواة نفتكر إن هي النواة المولدة، وبالتالي مفيش رسم من غير بيانات. والمراحل إنبات حبة اللقاح دي جت كتير والناس كلها تعرفها. السؤال التالي، علل لما يأتي، تلعب الحركة الدودية للقناة الهضمية دورا حيويا في عملية الهضم. تلعب الحركة الدودية، الحركة الدودية دي مين اللي بيعملها؟ دي بيعملها الجهاز العصبي الباراسمبثاوي. طب بيعمل ايه؟ بيزود الحركة الدودية. طب والحركة الدودية بتعمل ايه؟ بتعمل على زيادة خلط الطعام مع انزيمات الهضم لزيادة مساحة السطح المعرض للانزيم، وبالتالي بتحسن من عملية الهضم، وفي نفس الوقت تحرك الغذاء في داخل او الطعام المهضوم داخل القناة الهضمية. رقم 2، عدم تكون الكلوروفيل في البادرات عند استنبات البذور في الظلام. الحقيقة تكوين الكلوروفيل زيه زي اي صفة يحتاج حاجتين، يحتاج وجود جين، ويحتاج وجود العوامل الضرورية لعمل هذا الجين. يبقى علشان يبقى النبات اخضر لازم يكون في جين اللون الاخضر، وعلشان جين اللون الاخضر يعمل ويكون الكلوروفيل لازم وجود ظروف بيئيه محيطه مثل الضوء، وبالتالي لما يبقى في جين للكلوروفيل وفي ضوء هنا يتكون اللون الاخضر. طب لو جبنا نبات اخضر حطيناه في الظلام هنا لا يعمل الجين،
ويتحول تدريجيا اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وقد يذبل النبات ويموت، وبالتالي لأن الجين يحتاج إلى ضوء لعمل هذا الجين. السؤال التالي: عند غمر جذور نبات في محلول الأيوسين يتحول لون قواعد الأوراق باللون القرنفلي. محلول الأيوسين ده لونه قرنفلي أو لونه بينك. طب أنا لما أحط الجذور بتاعة النبات ببص ألاقي قواعد الأوراق بتتحول ليه. هذه القواعد وهذه الأعناق للأوراق بتحتوي على كميات كبيرة من الأوعية الخشبية، وبالتالي الأوعية الخشبية دي أوعية ملجننة، هي التي تحمل الماء والأملاح من الجذر إلى الأوراق. وجود صبغة الأيوسين تعمل على صبغ هذه الأوعية الخشبية، وبالتالي تؤدي إلى تلون أعناق أو قواعد الأوراق وهذه الفروع التي توجد في الأوراق وبتلات الأزهار أيضا باللون القرنفلي. آخر جزئية معنا دلوقتي بيقول لي: بعد زوال المؤثر يتم إعادة التوزيع الأيوني غير المتكافئ على جانبي غشاء الليفة العصبية أو الخلايا العصبية. الحقيقة لما بيحدث إزالة للمؤثر يعني إيه؟ يعني مجرد ما يحدث إزالة لهذا المؤثر الغشاء العصبي ده يصبح أكثر نفاذية لمرور أو لخروج أيونات البوتاسيوم من الداخل إلى الخارج. يعني الغشاء العصبي كان في حالة استقطاب، يعني أيونات هذا الغشاء له القدرة على مرور أيونات البوتاسيوم من الداخل إلى الخارج أكثر 40 مرة من دخول الصوديوم من الخارج إلى الداخل. طب إذا حدث إثارة يحدث مرور لأيونات الصوديوم بكميات كبيرة إلى الداخل فيحدث إنعكاس للاستقطاب. طب إذا حدث إزالة يعود لهذا الغشاء خاصية النفاذية الاختيارية ويقوم بضخ كميات كبيرة من أيونات البوتاسيوم من الداخل إلى الخارج أكثر من دخول الصوديوم من الخارج إلى الداخل علشان يوصل لي الغشاء الخلايا العصبية إلى فرق الجهد أثناء الراحة عند سالب 70 ملي فولت. دي كان آخر جزء معنا النهاردة، شكرا لكم وإلى اللقاء.